نادي الأهلي وهو الملقب بقلعة الكؤوس والراقي تأسس عام 1937، وهو النادي الوحيد اللي جمع ما بين الدوري وكأس الملك وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016. يلقب في البطولات العربية بأهل جدة علشان يفرقون بينه وبين فرق الأهلي العديدة في المنطقة العربية. وهذا النادي هبط مرة واحدة بس في تاريخه عام 2022، وكان هبوطه شيء مؤلم لكل مشجعي. اللاعب عمر السومة هو هدافه التاريخي، ولكن أكثر لاعب شارك معاه في مبارياته طول تاريخه هو تيسير الجاسم. يعد جمهور الأهلي من أبرز الجماهير في المنطقة الخليجية والعربية، وكان مساهم فعال في تطوير التشجيع، حيث أدخل العديد من الأمور التطويرية في المدرجات السعودية، منها الشعلات النارية ومنها التيفو، كما أطلق أول نشيد رسمي وأعلن عن تأسيس أول التراس، وانتشرت أهازيج عديدة تغنى بها جمهور الأهلي في مدرجات أندية أخرى مثل العبية الأخضر وللأهلي جينا وياكله. وقد حصل المدرج الأهلاوي على العديد من الجوائز بعد إبداعه وجمالية تشجيعه. سلام.